قول لي بقى المباراة مشيت معاك انت ازاي؟ يعني بعد 5 دقايق فرقتك بتجيب جون وبتتقدم والامور ماشية 100 فل 14، وبعدين بعد نص ساعة يحصل تعادل. هنا دورك مع حارس مرماك بيكون في غاية الأهمية، لكن قول لي بس من أول ما نزلت التسخين انت بتحس بالحارس بتاعك عامل ازاي؟ الشناوي كان ساعتها حسيته ازاي؟ تعليماتك ليه كانت قبل المباراة؟ تعليماتك هل مثلا بيدخل مرمى هدف بتقوم تكلمه تقول له كذا؟ ما بين الشوطين تواصلت معاه ازاي بعد الهدف، هدف القاضية اتكلمت معاه ازاي؟ شناوي كان يجب أن يكون في قمة تركيزه لأنها مباراة مهمة جدا، مهم له، للفريق، للجماهير. أعتقد وانت ايضا كنت حارس مرمى وتعرف جيدا هذه النوعيه من المباريات ماذا يحدث فيها. انت ثقتك في نفسك، انت تقول اليوم يجب ان افعل شيء لانه نهائي، نهائي لا نلعبه كل يوم، يجب ان نخرج من المباراه ايجابيا، يجب ان تكون في قمه تركيزك وتفوز بهذه المباراه. الأمور كانت بسيطة إن كنت إن بقيت هادئا في جميع الظروف لكي تتجاوز اللحظات الصعبة، لأن في المباراة دائما ما تكون هناك مباريات صعبة، لحظات صعبة، وكما قلت كموقف شيكابالا، وهذا أيضا صعب الأمور علينا وجعل المباراة أكثر صعوبة. وفي إذا يجب في هذه اللحظات هل حملت الشناوي حاجة؟ هدف شيكابالا هدف عظيم عشان نكون أمنا يعني، وهدف صعب جدا، لكن انت حملته حاجه من المسؤوليه؟ قلت له كان لازم تتحرك يمين شويه ولا شمال شويه؟ لا، قلت له ده هدف يعني خلاص ما يحصلش. أقول لكم الحقيقة، الهدف كان صعب جدا، وهو لاعب أعصر أيضا، وهذا أيضا اللاعب والمدافع أمامه كان لاعب أعصر أيضا، إذا كانت قذيفة رائعة كما أقول، إذا وكانت مفاجأة، وكان أقول لكم كان في قمة الصعوبة أن يتصدى لها، وكان لا يوجد شيء لم يفعله. بالفعل هو أدى ما عليه بشكل رائع، ويجب أن يعود بقوة ويعود بسرعة إلى أسلوبه، إلى طريقته في اللعب، ويكتسب ثقته. ويجب أن نمنع لاعب مثل شيكابالا أن يتقدم إلى هذه المنطقة وتكون الكرة موائمة لقدمه اليسرى، وهذا صعب جدا. إذا هذه هي كرة القدم، ليس حارس كرة القدم فقط. شيكابالا لاعب موهوب، وهو بالفعل عندما تأتي له الفرصة من هذا المكان خاصة، إذا كان دور مع الشناوي أن يبقى متماسك ونبقى دائما في روح الأسرة. عملت إزاي بقى بعد ما بين الشوطين؟ كانت توجيهاتك إيه للشناوي؟ وبعد الهدف طبعا بيبقى فيه توجيهات، هدي اللعب شوية، استهلك الوقت شوية، يعني إزاي بيبقى فيه تعليمات التفاهم بينك وبين الحارس بصفة عامة والشناوي بصفة خاصة في هذه الأوقات؟ إذن كانت كما قلت أن المباراة كانت صعبة على الجميع، وكان يجب عليه أن يبقى هادئا، وكما قال المدرب كان كل منا كان عليه دور بتهدئة اللاعبين، وكنا نرى في عيونهم ونقول لهم أنكم يجب أن تبقوا هادئين وتسيطروا على أنفسكم وعلى أعصابكم لكي نخرج بالمباراة إلى بر الأمان ونفوز، وخاصة التركيز يجب أن لا تركيز المجموعة أيضا وليس كل لاعب على حدة، كيف يلعبوا سويا وكيف يمرروا. إذا الزمالك قلت له تعليمات معينة؟ لا لا، مش من طبيعتك اصلا. تركته هادئا ليكون في قمه تركيزه، لا يوجد كلمات اخرى اقولها، انه يقوم بعمله كما يجب، لا يوجد سبب لكي نوجه له بعض اللوم او خلافه، اذا انك فعلت ذلك بشكل سيء. لا يجب، لا، هو ادى مباراه رائعه. ما بقولش لوم خالص، انا بقول توجيهاتك ما بين الشوطين احنا متفقين الهدف خلاص لا يصدق، لكن انا بتكلم ما بين الشوطين بعد ما كنت كسبان 1-0 بقيت متعادل 1-1 بتسيب الحارس بتاعك. نعم.
لا لم أقل له شيء، أنا كنت قريب منه وأحييه وأقول له استمر كذلك، كن في قمة تركيزك. إذا في هذه الظروف من الصعب أن تقوم بتوجيه، أن تزيد من الضغوط عليه. إذا الضغوط على حارس المرمى في هذه اللحظة يجب أن تساعده على أن يبقى دائما هادئ وفي قمة تركيزه. إن قلت له افعل هذا ولا تفعل ذلك، لا لا لا، هذه الرؤية مختلفة، الرؤية هنا مختلفة. في بعض اللحظات يجب أن لا يجب أن تضيف أشياء أخرى، يجب أن تتركه يكون في قمة تركيزه، وهو لاعب رائع ويؤدي جيدا. إذا يجب أن نذكره دائما أن يبقى في